هنعمل شويه رز بالشبت. ده شبت فرمته هنا اهو، هيخش معانا هنا في الرز عشان يبقى دل رايز اهو. يا صلاة النبي 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 اهو. رز بالشبت، ولسه هنعمل برضو صلصة بالشبت. وزي ما انتم شايفين حضراتكم كده، ادي شوية سمك بعد كده، عندهم شوية ليمون. لفينا السمك بالجمبري وعملنا الصوص بتاعه كده، حبة ملح حبة فلفل. بعد كده عندي ورق ألمونيا وهاخد له 5 دقايق في النار، بنسميه بوجد اهو. الراس بتاعته مش هرميها اهي بالقشر، لان دي فيها كل الفيتامين وكل العناصر الغذائيه اللي فيها. وادي شويه بصل اهو، ادي ليمونه كده، ادي شويه ميه. ايه يا عم ده الحلاوه دي يا عم؟ دي حبه الشبت عاملين لون جميل هايل، جميل جميل جمال. شويه ملح صغيرين، شويه فلفل. حبيبي يا رسول الله، حبة رز بالشبت عشان ابقى شبت حبيبي، شبت قلبي، شبت روحي. اهو يا باشا، قوم بقى ايه، ده الصوص بتاعي مع كل حيرت قلبي معاك. النهارده شغل على فرانك يا باشا، عشان ما تزعلش نفسك وتقول لي انت ما بتعرفش تطبخ وعمال توجع قلبي معاك اهو. Thank you.